العروس كل المصاري. الله وبركاته. اليوم الثلاثاء 6/1439 في مدينة جدة حلوة، جمعة مطار الطائف ومكتب الخطوط السعودية في الطائف، يعني قدام الموظفي وإداري ومدراء مكتب الخطوط السعودية في الطائف، الأستاذ محمد عبد الخالق الغامدي، ونسوي الجمعة هذه. طبعا الجمعة هذه نعيد ذكريات، وأغلبهم من الزملاء والمدراء حقوننا والإداريين، واللي كنا اشتغلنا في الطائف ما شاء الله مسكوا مدراء في مدراء الفرع فرع الطائف، وفي مدراء المحطات فواز غيث موجود معانا، في منهم برضو يعني من الأخوان اللي اشتغلوا وأسسوا في الطائف خرجوا من الطائف وراحوا للمحطات الخارجية. كل اللي موجودين الآن قدامك متقاعدين، كلهم متقاعدين. نعم بس لمتنا يعني مدينة الطائف عمر، يعني كانت أجمل أيام للأمانة، كانت من أجمل الأيام. شكرا لك يا ولد. معروف لدينا هيئة السياحة دحين، لكن أولا بدايات الخطوط يعني. تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. الحقيقة محمد عبد الخالق الغامدي، هذا الاسم الجميل جمع من الأسماء ثلاثة، محمد عبد الخالق الغامدي، وجمع أحبة لنا أكثر من 30 أو 35 سنة لم نلتقي، فأنا أجدها فرصة. أنا طبعا أعوذ بالله من كلمة أنا حاقي بالخطوط السعودية بالرياض عام 1401 للهجرة، عملت كبير مشرف مبيعات في الطائف الرياض، وانتقلت إلى كان لي شرف أني أشتغل في الطائف كمدير مبيعات الطائف مع الأخ عبدالله الأجهر ومع الأستاذ عبد الرحمن الشيخ، وأستاذنا وقائدنا ووجهنا أستاذ حمود الجديبي، هذا الرجل الذي لا يمكن أنه في حقه حقيقة، كان شرف لي أن نشتغل مع هؤلاء الشباب. عام 1409 اشتغلت مدير مبيعات الطائف، 1413 انتقلت إلى مدير الخطوط السعودية في ميشا، 1414 مدير الخطوط السعودية في حسير، إلى عام 1421 في أبها في حسير، 1421 انتقلت إلى جدة كمدير عام للشحن الجوي، 1423 مدير عام قارة أفريقيا، مدير عام قدوة الأبكار والمبيعات لقارة أفريقيا، إلى عام 28 ثم كنت أول مدير عام يتقاعد تقاعد مبكر في الخطوط السعودية عام 28، وأخذت بعدها فترة راحة شهرين، ثم التحقت بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مستشار في الرياض، ثم انتقلت إلى هنا مدير للهيئة في جدة، ثم مدير الهيئة في منطقة مكة المكرمة. الآن لازلنا على رأس العمل في السياحة. أخوي رويد أنت من الناس الأعمدة الأساسية. يعني في ارتباط بين الخطوط والآثار طبعاً لازال لحم أكتافنا الخطوط السعودية، والسياحة والخطوط السعودية عامل مشترك. لا أنسى أن الخطوط السعودية هي أول من بدأ ببرنامج اسمه اكتشف السعودية، وهو كانت تأتي بمجموعات سياحية من اليابان ومن الصين ومن من شرق آسيا إلى المملكة العربية السعودية كسياحة قبل إنشاء هيئة السياحة. يعني نتكلم إحنا في عام 1410-1415 إلى ذلك الوقت. يعني ليلة من أسعد الفرص بالنسبة لنا، التقينا بهذه الوجوه الرائعة والجميلة، أساتذتنا وأخواننا وأبنائنا وكلنا. حقيقة أنا أرفع العقال تقدير وشكر للأخ محمد عبد الخالق الغامدي، وأرفع أيضا العقال لهؤلاء الشباب كلهم والزملاء اللي موجودين عندنا هنا اللي لبوا الدعوة وشاركونا، ولا نملك إلا أن نقول شكرا يا محمد، شكرا يا أبو سلطان، شكرا لك أنت يا رويد لأنك أنت منا وفينا وفي كل مكان متواجد. شكرا لكم جميعا. الله يسلمك، حياك الله، هذا مساك الله بالخير. نعم، مسؤول مبيعات تنفيذي في الخطوط السعودية، اشتغلت طبعا في مطار الطائف من عام 79، 10 سنوات تقريبا، ثم رجعت إلى مكتب الخطوط السعودية إلى أن تقاعدت تقاعد مبكر عام 2007. شكرا لك، شكرا لك محمد، يعطيكم الف عافية.
الأستاذ عبد الله الصالح. دوا الصالح. يا أهلا وسهلا. مرحبا. مدير الخطوط السعودية يعني أخيرا كان في لبنان، وقبلها كان يعني مدير التنشيط المبيعات في فرع الطائف، وانتقل إلى حائل وإلى سوريا وإلى تونس، وهو يقول لك مسيرة طويلة. أول شيء أنا أرحب فيك ويشرفني أني أكون معاكم ومع الزملاء، خاصة عبد الله عنقاوي وسعد المالكي وعادل. بدايتك العمل الوظيفي عام كم تقريبا؟ عام 93 هجري. 93 هجري في الطائف، بعدها نقلنا إلى حائل مدير فرع. بعدها أيام كان مديركم؟ في الطائف عم حمود؟ حمود الجديبي. ما لحقت عن قرم الله يعني؟ لا ما لحقت، كان في عبد الله الفارس قبل، وبعده جاء حمود، وبعده عبد الله عنقاو. تبغى رحنا حائل بعدها، بعد حائل رحنا تونس، من تونس إلى سوريا إلى لبنان، ثم التقاعد. كل مسيرتك الوظيفية في الطائف؟ كلها في الطائف، وبعدين انتقلت إلى نجران ثم إلى جدة. ثم إلى جدة. بس أكثر الفترة في الطائف. أكثر 30 سنة في الطائف. من الناس اللي بدوا يعرفوا. كان المدير أول ما بديت عام كم؟ أول مدير كان حديث في ذلك الوقت أيام ما بدأت أنا كان الأستاذ عبد الله الفارس. طائف. أيوه. قبل الأستاذ حمود. أيوه قبل. بعده جاء الأستاذ. ما لحقت عم قرم الله. لا عم قرم الله كان قبل. سبحان الله العظيم يعني. ايوه. انما احلى ايام سنين عملي وجلستي في الطائف، وانت تعلم ذلك، وما عندي من غير شهود. شهودي كثير. الله يكرمك. وهناك طبعا انا خالي ابراهيم النحاس. وفهم النحاس اللي كان في المسجد الفنون. ايوه المسجد الفنون. ماشي. ماشي. يعني كل الحبايب هناك. الاخ محمد صالح سير من زملائنا برضه في الطائف، وطبعا انا لحقته شويه. أنا جيته متأخر، محمد كان قبلي في الطائف، أنا كنت أنا في الخدمة الجوية في جدة، وبعدين أنا نقلت الطائف ما بين التجهيز والشحن والحركة والساحة. أنا انتقلت جدة. بعدين أنا نقلت في السنوات الأخيرة لجدة. إيه هذا ملخص. بدايتك عام كم؟ بداية عام 96 أو 95 هجرية. 95 هجرية. منصور بصراوي. منصور محمد بصراوي. منصور محمد بصراوي. نعم. في الخطوط السعوديه. لا انا بالقوات الجويه. القوات الجويه. هذا السيد محضار الاستاذ. استاذ التعليم. شوف تعليم الطائف. نعم. خلاص هو تحت الستين، خطي تحت الستين. احمد المالكي، احمد سعد المالكي. الله يبارك في حالك. الله يبارك عليك. عبد العزيز الغامدي. الاستاذ عبد العزيز الغامدي. عبد العزيز الغامدي. الخطوط السعوديه. الخطوط السعوديه. نعم. طارق طايف. استاذ عدنان حنف. ايوه. تعرف عن كم بديت عدنان؟ عام 1480. 1400. عطيه زعران طاهر معروف. طاهر معروف من زملائنا في مكتب طاهر. طاهر معروف. طاهر معروف. من زملائنا في مكتب السعودية اللي كان في شغل. محمد حسين الفرمي من زملائنا اللي كانوا برضو في مكتب السعودية في شغل. هذا جميل فوان من زملائنا طبعا من المدينة، بس هو جاء اشتغل في الطائف. وكان معانا في قسم الحجز. ايه بالضبط. المدى الأزوري المالية. المالية. هذا الحديث زاملناه سالم باقارش. باقارش انا زاملتك شحن الجو. لا زاملتك من كنت في التجهيز. لا تغش. بس انا ليس مني. خليها ماشي. الله يستر عليك. الاستاذ يوسف عارف من زملائنا برضه السعوديه في الطائف. استاذ عدنان. سمعت المكالمات. حياك الله.
زملائنا كان في الطائف طبعاً القدامى القدامى وبعدين انتقل إلى جدة حياك الله. عام كم بدأت عملك الوظيفي يا صاحبي؟ عمل الوظيفي 1906 والله العظيم ما اتذكر ما اتذكر انا بس عمل 87 1987 طيب لا بدأت اعمالي في جدة جدة جلست 3 سنوات في نقلت الطائف عام 91 ايام مديرها مين؟ ايام مديرها عم غرم الله الغامدي لحقت عم غرم الله غرم الله الغامدي قعدت مع غرم الله الغامدي فترة وبعدين جانا عبد الله عثمان الفارس فارس ولا الفارس؟ فارس فارس وبعده عم هذا اللي اخذ رحلة بالدباب حقه حول حول العالم اوه عبد الله الفارس مكتب السلام عام 1390 من أسرة النرويج أول ما تعينت في الطائف مكتبكم فين كان؟ سلامة حياة سلام هذا ما كان في العزية من قبل لا 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 الحياة تعينت في السلامة ما جيت الطائف في السلامة سلام الفاعل المدني مشرف عمليات الاتصالات في الطائف كان مشرف عمليات من أقدم الموظفين اللي موجودين من أيام غرم الله الغامدي الله يرحمه كم؟ عام والله عام 90 90 نعم عام غرم الله الغامدي رحمة الله كم كان عددكم لو كنت كان مع غرم ما كانوا كثير يعني 10 20 لا 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 كان كثير لا أكثر من أيوة لا في كثير كان مبيعات 4 أيوه والحجز فيه 3 أو 4 أيوه. الشريف مطاعن وكان في واحد اسمه محمود مسكي أيوه. بعدين جاء عبد الله الصارم ياسين قطان ما لا ما حصلت ياسين لا لا موجود علي الأحمري علي الأحمري علي الأحمري عندكم علي الأحمري لا علي الأحمري هذول حبان الحجز المبيعات 4 أو 5 أنفار كان في عبد الله يحيى عمير لا إدريس إدارة الله إدارة كان سكرتير برضه في حاجة كده بسأل عنها أول حقين المبيعات من يوم بديتوا أنتم كانوا يلبسوا البدل من يوم بديت وياه حتى اتذكر يوم من الايام في واحد عتيبي ما ادري والله ناس جديد خليه يسجل جاء شبوكسي هشام شبوكسي كان مساعد مدير عام وحاجه زي كذا وظيفته كبيره وفي واحد عتيبي في المبيعات كان مسوي دي كلام طالع على القحطاني حبيبي فتره عملك كلها قطاي لا والله هنا في جدة يمكن 6 سنوات وقبلها كلها بداية عام 95 أنا في جدة بعد 5 سنوات نقلت الطائف ها يعني أول شيء بدأت في جدة في جدة بعدين أنت كنت الطائف الحجز المركزي لحد بعدين رحت الطائف لين تقاعدنا مصري الحربي هلا مصري الحربي نعم هذا برضو من زملائنا طبعا أنا ما لحقته هو جاء الطائف أنا جيت جدة أنا سلم واستلم ومسك مدير الحجز 4 سنوات في الطائف كنت مدير الحجز والتذاكر من جدة جيت من جدة كنت سينيور سوبرفايزر مشيت الطائف 4 سنوات من الطائف على مكة ومن المكة على الحبشة ومن الحبشة على اليمن آخر شيء الجزائر آخر شيء الجزائر قاعد مع الجزائر خدمة للوطن خدمة للخطوط السعودية أحد محمد شهاب الخطوط السعودية فهد زميل دفع زميل دفع دفعتي وبعدين جاء اخر وظيفه كنت مدير الخطوط السعوديه في نيجيريا اي نعم والان توقعت الحمد لله واغلب فتره عملك فين كانت في الطائف في الطائف نعم الطائف احلى الطائف احلى محمد عبد الخالق الغامدي ايوه هلا الله يحييك الله يبقيك عاد انت كل ما اجي بصيرك تتصور ما شاء الله مشغول الله يعطيك الله يعافيك الله يجعل دارك معمار ان شاء الله امين يا رب وجودك ان شاء الله انا خريج طيران ما شاء الله حاليا جالس اكمل بكالوريوس ما شاء الله اداره اعمال ولسه طالع وصل معناه وشاعر شاعر ايش الاول؟ شاعر يجري ولا يجرى معه ايوه وشاعر يقول وصل معناه وشاعر الناس تستحي ان تسمعه وشاعر الناس تستحي
أن تصبح. تصبح. الله سلامة. الله يعطيك العافية. هذا مكان على كل البشر. وفقك الله وعلى مراتبك. بالمطر والطايف أحلى.